أسعد الله مساءكم مشاهدي الكرام، مشاهدي فضائية النجاح، في حلقة جديدة من برنامج طريق النجاح. هذه الحلقة سنتحدث عن موضوع مهم في جامعة النجاح الوطنية، عن عرس ديمقراطي هام. جرأت الجامعة دائما ودأبت على تنظيم هذا العرس في كل عام، انتخابات مجلس اتحاد الطلبة بالجامعة. سنتحدث عنها وعن آلياتها وعن تعليمات هذه الانتخابات وعن طريقة عمل والكتل المنافسة المتنافسة والمرشحة مع الأستاذ موسى أبودية عميد شؤون الطلبة. مرحبا بك أستاذ موسى. بك أكثر. الانتخابات مشاهدي الكرام هي حق ديمقراطي لجميع الطلبة، سنتعرف أكثر على آليات عمل مجلس اتحاد الطلبة وانتخابات هذا المجلس مع الأستاذ موسى، ولكن بعد هذا الفاصل كونوا معنا. أهلا بكم مشاهدي الكرام. تشهد جامعتنا الحبيبة غدا الثلاثاء عرسها الديمقراطي، انتخابات مجلس اتحاد الطلبة. إذ أن نجاح العملية الانتخابية في هذه الجامعة وبصورة ديمقراطية وهادئة هو وسام فخر لكل أسرة جامعة النجاح الوطنية، كما أنها تعكس صورة حضارية عن احترام وانضباط طلبة الجامعة وممارستهم لحقهم الديمقراطي. أعزائي الطلبة، لتجعلوا من يوم غد يوما لجامعة النجاح الوطنية في كل الوطن، ولتحافظوا على جامعتنا جميعا وصرحنا الأكاديمي، ولتمارسوا حقكم الديمقراطي الذي كفلته لكم قوانين وأنظمة جامعة النجاح الوطنية بانتخاب مجلسكم الطلابي. أستاذ موسى، يعني هذه مقدمة عن انتخابات مجلس اتحاد الطلبة. أنت رئيس اللجنة التحضيرية للإشراف على انتخابات مجلس اتحاد الطلبة، وأنت عميد شؤون الطلبة في جامعة النجاح الوطنية. أريد منك أن تعطينا لمحة عن تاريخ انتخابات مجلس اتحاد الطلبة في جامعة النجاح الوطنية منذ سنوات طويلة. طبعا المجلس تشكل منذ عام 1977 منذ بداية الجامعة. نعم. وأنا استلمت عمادة شؤون طلبي عام 1996، ومنذ ذلك الوقت لليوم وأنا في هذا الموقع، وجرت انتخابات نزيهة وشفافة، ولم نتلقى، لم أبالغ بذلك، أي طلب اعتراض. كانت تمشي انتخابات بهدوء وسلاسة، ومراقبة الكتل الطلابية في كل قاعة تدريس، وأيضا في حشد كبير من العاملين المشرفين في قاعات الانتخابات مع وجود ممثلي الكتل الطلابية، وأيضا الفرز يتم في نفس القاعة، ومن ثم عميد كل كلية يأتي بالنتائج إلى غرفة عمليات اللجنة التحضيرية، ويتم فرز أو تجميع هذه النتائج. يعني هي عملية ديمقراطية متكاملة في جميع أنحاء الجامعة منذ زمن طويل. كانت الجامعة فقط محصورة في مكان واحد وهو الحرم الجامعي القديم، وكانت عملية الانتخابات تسري فيها بسهولة وسرعة أكثر، وكان عدد الطلبة ليس كما هو اليوم. اليوم والجامعة لديها مواقع كثيرة، الحرم الجامعي القديم، الحرم الجامعي الجديد، كلية هشام حجاوي، وكلية مجتمع النجاح، وكلية أيضا الزراعة والطب البيطري. تجرى الانتخابات في جميع هذه المواقع أستاذ موسى؟ نعم، في جميع هذه المواقع، وتم تكليف عدد كبير من العاملين الأكاديميين والإداريين للإشراف على هذه العملية. تم تشكيل لجان إشراف في كل عمادة، وتحديد عدد القاعات المنوي الاقتراع فيها وعدد الصناديق. حيث بلغ عدد القاعات 60 قاعة تدريس ستكون هي مكان الاقتراع والفرز، وتوفير 60 صندوق أيضا في هذه القاعات، وفي كل قاعة يوجد فيها 5 أكاديميين بالإضافة إلى مراقبي الكتل الطلابية. يعني خلينا نحكي هيك عن عرس انتخابي كبير، عندما تتحدث عن 60 صندوق و60 قاعة اقتراع، هذا يعني أن أعداد الطلبة في جامعة النجاح الوطنية الذين يحق لهم الإبداء بأصواتهم هو عدد كبير. يعني في هذه الانتخابات هذا العام 2016 أكم بلغت عدد نسبة الطلبة الذين يحق لهم الانتخاب؟ باستثناء طبعا المؤجلين، باستثناء 20,180 طالب وطالبة، باستثناء المؤجلين. عدد الطلبة الذين سيحق لهم الاقتراع هو 20,000
نعم و 180 طالب، يعني أنك تتحدث عن مجتمع كبير، نعم، عن هيئة نعم محلية كبيرة جدا، نعم، عن بلد كبيرة جدا، وهذا أيضا بحاجة إلى إدارة وقت صحيحة من قبل لجنة الانتخابات أو لجنة الإشراف على الانتخابات. عن لجنة الانتخابات، كيف يتم اختيارها أستاذ موسى في داخل الجامعة، وأنت منذ أن توليت عمارة شؤون الطلبة، نعم، تكون على رأس هذه اللجنة؟ أولا اختيارها حسب مواقع أعضاء اللجنة التحضيرية، نعم، عمارة القبول والتسجيل، الدائرة المالية، شؤون الطلبة، أيضا أكاديميين من كلية الهندسة، الخدمات الطلابية، وعدد من العاملين الآخرين. فاللجنة التحضيرية الآن تشكل حوالي 18 عضو للجنة التحضيرية منذ 3 أسابيع، ونحن نجتمع على قدم وساق، والآن وصلنا المراحل الأخيرة في التجهيزات والإعداد. تم تجهيز ترقيم القاعات التي سوف يتم فيها إجراء الانتخابات، وأيضا كل اللوازم الغرطاسية وغيرها. أسماء الطلبة أيضا حصلنا عليها من مركز الكمبيوتر. الآن سوف يتم طباعة أسماء الطلبة اللي بحق لهم الاقتراع وتوزيعها على الكتل التي تم ترشيحها. يعني بعد يعني يوم غد عند الساعة 1 ينتهي السحب، يعني حدا بده ينسحب، ونعلن عن أسماء الكتل المرشحة. نعم، إذا يعني بالعادة ما هي أعداد الكتل الطلابية التي تتنافس على هذا الانتخاب في هذا العام على سبيل المثال، ونحن اليوم قبل الانتخابات بيوم بالتأكيد صدرت أسماء الكتل الطلابية، ما هي أو من هي الكتل الطلابية التي ستشارك في هذه الانتخابات؟ 7 كتل قدموا طلب الترشيح. نعم نعم، 7 كتل من أصل 10 كتل طلابية في الجامعة، يمكن جامعتنا أكثر فيها عدد، نعم، الكتل الطلابية. يعني أنت تتحدث عن نسبة كبيرة جدا من الطلبة، أنه لا يوجد هناك مقاطعة للانتخابات، هناك دعوة من جميع أطياف الشعب الفلسطيني، نعم، من جميع الفصائل، نعم، إلى الطلبة للتوجه هذه الانتخابات. ماذا تعكس انتخابات مجلس استحارة الطلبة في جامعة النجاح على المحيط الفلسطيني أستاذ موسى؟ يعني لا شك المجلس له فعاليات داخل الجامعة، وأيضا يشارك في فعاليات وطنية ومجتمعية خارج أسوار الجامعة أو حتى خارج المحافظة. نعم. 2، بصقل شخصية الطالب في التجربة الديمقراطية، لأنه بعد التخرج سوف يكون له دور في، نعم، ربما الإشراف على الانتخابات البلدية أو أي، نعم، انتخابات أخرى. فبكون الطالب عنده يعني متأهب ومتأهل للمشاركة في مثل هكذا انتخابات. يعني أنه المشاركة بالانتخابات في جامعة النجاح الوطنية أو إقرارها في جامعة النجاح الوطنية يعني انعكاسها على المجتمع الفلسطيني. لا شك، لأن جامعة النجاح الوطنية هي أكبر الجامعات الفلسطينية، هي التي تجرى عليها استطلاعات الرأي، ومن خلالها يستطيع أن تكون أنموذج للحكم على الانتخابات بشكل عام في الوطن. بالتأكيد اللجان التي تحدثت عنها أستاذ موسى هي لجان كثيرة مكلفة ومشكلة من قبل إدارة الجامعة، لهم كثير من المواقع العمل، وهم أيضا من جميع أطياف المجتمع السياسي الفلسطيني. ما هي اللجان التي توزعها اللجنة التحضيرية من هذه اللجان؟ يعني يوجد لجان نظام، لجان استقبال، لجان فرز، لجان، نريد أن نعرف ما هي آلية توزيع اللجان. منذ الاجتماع الأول تم تشكيل توزيع المهام على أعضاء اللجنة، لجنة الخدمات والتجهيزات، لجنة النظام، لجنة الإشراف على قاعات الاقتراع. هاي أهم 3 لجان. لجان أيضا للقرطاسية لتوفير لجان أخرى مسؤولة عن أسماء الطلبة وهكذا، حصر أسماء الطلبة، ولجان إعلامية، واللجنة الإعلامية اللي هي بترأسها حضرتك، نعم، كمدير علاقات عامة في جامعة النجاح. طيب، يعني إحنا أكيد رح نكمل معك أستاذ موسى في كثير معلومات رح نتحدث عنها ونأخذها منك من الانتخابات، ولكن زميلتنا كرميل أسعد مشاهدي الكرام أعدت لنا تقريرا يتحدث عن تاريخ انتخابات مجلس اتحاد الطلبة في جامعة النجاح الوطنية، لنتابع ثم نعود لاستكمال حديثنا مع الأستاذ موسى. تم إقرار نظام مجلس اتحاد الطلبة في جامعة النجاح الوطنية من قبل مجلس أمناء الجامعة،
وتم العمل به من العام الدراسي 2001-2002، ويتضمن المجلس مجلس اتحاد الطلبة المنتخب من الطلبة المنتظمين في الجامعة، ويضم أيضاً المؤتمر العام واللجان، بالإضافة إلى السكرتارية الذين يقودون اللجان ويشكلون أعلى سلطة تنفيذية ويديرون شؤون مجلس الطلبة، ويتم انتخاب كتلة طلابية لها امتداد سياسي فلسطيني متعارف عليه من خلال اجتيازه نسبة الحسم في انتخابات مجلس الطلبة السنوية. ضد خصخصة الكافيتريات وخصخصة مكتبات الجامعة وأنها تكون متاحة للجميع. نسعى لجامعة شعبية وتعليم ديمقراطي وتعليم مجاني. برنامجنا سيكون تحت إطار واحد وسقف واحد، وهو خدمة الطالب. سقف برنامج خدمة الطالب بتكون من عدة أمور كثيرة سواء داخل الجامعة وخارجها. وتتجلى مهام المجلس في تمثيل الحركة الطلابية والتعبير عنها وقيادة الواقع الطلابي والدفاع عن حقوق الطلبة، بالإضافة إلى وضع برامج وأنشطة فصلية والإشراف عليها وتنفيذها والتنسيق مع عمادة شؤون الطلبة في متابعة القضايا الطلابية ووضع مشروع الموازنة العامة ورفع التقارير إلى المؤتمر العام ومراقبة انتخابات نوادي الأقسام بالتنسيق مع عمادة شؤون الطلبة. احنا بشكل أساسي وبعنواننا الواضح في برنامجنا الانتخابي نسعى لموضوع التمثيل النسبي للمجلس، يعني بحيث احنا نؤمن ونعتقد انه موضوع التراجع في دور المجلس وتراجع الحركة الطلابية هو بشكل أساسي سببت الحالة السياسية العامة والانقسام بين ثنائيتين الانقسام فتح وحماس، وبالتالي احنا نعتقد إذا قدرنا نجيب عدد مقاعد كافي لإجبار كل الكتل الطلابية تشكيل وحدة مجلس وحدة وطنية يقدر يعيد لمجلس اتحاد الطلبي لجامعة نجاح دوره وهيبته اللي لطالما قدرنا سمعنا عنها في سابق عهد. ويهدف المجلس إلى العمل على حل مشكلات الطلبة والدفاع عن قضاياهم وممارسة العمل النقابي والسياسي والتعبير عن حرية الرأي والمساهمة في رفع مستوى الوعي لدى الطلبة في شتى المجالات وتعميق روح الانتماء الوطني وتطوير المرافق العامة في الجامعة. احنا في حركة الشباب الطلابي كتلة الشهيد ياسر عرفات دائما يعني تعودنا واعتدنا انه احنا ما نوعد الناس بالمستحيل، بس احنا بنوعد الطلاب انه احنا نعمل المستحيل من اجل خدمتهم. صدقا احنا البرنامج القادم احنا بنعترف انه ممكن في تقصير في اخطاء، ويعني من يعمل يخطئ. الحملة اللي احنا شغالين عليها حاليا اللي هي حملة التأمين الصحي في جامعة النجاح 50 دينار بدفعها الطالب كل فصل، وهذه يعني لا يستطيع الاستفادة منها. احنا راح نلغي رسوم التأمين الصحي ورسوم الانترنت، هي لازم تتحملها جامعة النجاح. وفي هذا العام تتنافس 7 كتل طلابية على خوض انتخابات مجلس اتحاد الطلبة في دورته للعام 2016-2017، وتتضمن الكتلة الإسلامية كتلة فلسطين المسلمة وحركة الشبيبة الطلابية بكتلة الشهداء وكتلة الاستقلال وكتلة كفاح الطلبة وكتلة نضال الطلبة باسم كتلة فلسطين للجميع وكتلة اتحاد الطلبة التقدمية باسم كتلة الاتحاد وكتلة الوحدة الطلابية وجبهة العمل الطلابي التقدمية، وقد بلغ عدد قاعات الاقتراع 60 قاعة و60 صندوقا في مواقع الجامعة المختلفة، وسيتم الإعلان عن النتيجة يوم الثلاثاء الموافق 18/4/2017 لبرنامج طريق النجاح. كرم الأسعد. أهلا بكم مشاهدي الكرام، نتابع في الحديث عن انتخابات مجلس اتحاد الطلبة في الجامعة والتي ستجرى يوم غد الثلاثاء، وضيفي بالاستاذ الاستاذ موسى ابو ديه عميد شؤون الطلبه. استاذ موسى، يعني لو تحدثنا عن الشروط الواجب توفرها في الطالب الذي يحق له الاقتراع، احنا بنتحدث عن عدد كبير من الطلبه، ولكن هؤلاء الطلبه يحق لهم الاقتراع، ولكن ما هي الشروط الواجب ان تتوفر في هذا الطالب حتى يدخل الى صندوق الاقتراع؟ اول شيء يجب ان يكون مسجل لهذا الفصل، طبعا دافع الاقساط ومسجل لهذا الفصل. لو مسجل ساعه واحد يحق له الانتخاب، اما الترشيح لا، لأنه اللي بده يترشح للانتخابات يجب أن يكون عدا عن الفصل الحالي يتبقى عليه 18 ساعة في الفصول القادمة. نعم، يعني ما بصير يترشح الآن وبعد شهر يتخرج. نعم، هاي النقطة الأولى، شايف؟ وما فيش عليه طبعا يعني سلبيات، انذارات كذا إلى آخره.
وأن لا يكون قد نجح في انتخابات مجلس السابقة مرتين لدورتين متتاليتين بعدين نعم. لاحق له الترشيح. نعم هلا يعني في عنا أكيد تعليمات سير العملية الانتخابية حسب النظام الذي أعد أو الذي تم تعديله عام 2000-2001 أنه تجرى الانتخابات في الفصل الثاني أو في الفصل الأول من الأسبوع العاشر. تم تأجيل الانتخابات أكثر من عام في الجامعة للتوضيح أنه كان قرارا ليس من إدارة الجامعة، هو قرار كان ينتج نتيجة عدم توافق على إجراء هذه الانتخابات. هذا العام تم التوافق. كيف نجحت إدارة الجامعة ولجنة الانتخابات وعمارة شؤون الطلبة في الحصول على توافق لإجراء هذه الانتخابات مع الطلبة؟ في الواقع في الفصل الأول كان مقرر أنه الانتخابات تجري في الأسبوع العاشر. نعم. ولكن ما في توافق طلابي، وكان هناك عندنا تم تشكيل لجنة لإعادة صياغة الدستور. ومثل مثلا يجب أن يكون هناك نائب للرئيس، بعض اللجان دمجها، وأن تكون الانتخابات في الفصل الثاني ولكن باجتماع المؤتمر العام. يعني إدارة الجامعة ولجنة الانتخابات لا تقرر أي تعديل إلا باجتماع المؤتمر العام. وما هو يعني أنا أسمع المؤتمر العام وكثير غيري يسمع، ما هو المؤتمر العام؟ من هو المؤتمر العام؟ المؤتمر العام طبعا حسب أعداد الطلبة الفائزين لكل كتلة. نعم. طبعا في عملية تقسيم وكذا إلى آخره، مكون من 81 عضو. نعم. فكل كتلة بتحصل لنفرض 30 عضو من المؤتمر، تقسم على 10 بأخذ 3 أعضاء في المجلس المكون. المكون مكون من الهيئة الإدارية أو الهيئة التنظيم، يعني الهيئة العامة، الهيئة يعني العامة. مجلس الطلب. نعم. هو المؤتمر العام. نعم. هذا حسب نصوص الدستور اللي تم إجراءه من قبل الطلبة وشارك بعض الأساتذة. يعني هو إعداد الطلبة، إعداد الطلبة. نعم. ولم نتدخل في أي حرف، وتم عرضه على إدارة الجامعة. من يصادق على الدستور؟ مجلس الأمناء. مجلس أمناء الجامعة. وأيضا هناك كان بعض المتخصصين في القانون قالوا يترك، لأنه هذا ما من نتدخل، لأنه نتاج طلابي ولا يحق لأي مسؤول في الجامعة أن يغير كلمة واحدة إلا باجتماع ثلثي أعضاء المؤتمر العام. فتم هذا الاجتماع منذ عام 2010 في شهر نيسان. نعم. والمؤتمر صادق على مثلا طلبة الماجستير، يعني دوامه في الجامعة في الأسبوع بزيدش 3 ساعات أو 6 يعني ساعات. هو طالب غير منتظم، غير منتظم. بعدين بكون موظف في الدوائر الحكومية، في الدوائر الخاصة، في مستشفى، في مستشفى مثلا. نعم. في شركات إلى آخره. وصوتوا، كان بلغ عدد المصوتين لصالح هذا القرار استثناء الدراسات العليا 58 عضو من أصل 81، يعني بأكثر. نعم. من النص زائد واحد. نعم. إحنا يمكن الوحيدين في الجامعات أعضاء المؤتمر 81، باقي الجامعات من إما 31 أو 51 حسب عدد الطلبة. حسب عدد الطلبة. نعم. لا شك، هاي واحدة. النقطة الثانية، أنا دعيت الكتل الطلابية للاطلاع على ما تم إعادة صياغة بعض النقاط. نعم. ووافقوا على إحضار أسماء أعضاء المؤتمر، ولكن يعني تركوا الأمر، يعني صار في خلاف بينهم. بما أنه صار في خلاف قلنا لهم نمشي على الدستور القديم، لما يصير مؤتمر جديد الدستور هو الحاكم. نعم. وافقوا الكتل الطلابية كلهم، كتبوا عريضة وسلموها أو قرأوها تلوها لعند الدكتور ماهر النتشي، وأنا كنت موجود وعدد من النواب الرئيس كانوا موجودين، ووقعوا بالإجماع أن تجري الانتخابات في الأسبوع العاشر من الفصل الثاني. هذا كان في العام 2000؟ لا، هذا السنة هاي. نعم. 2017. إحنا كنا نجريها. نعم. في الفصل الأول. نعم. لكن مثل ما تفضلت كان هناك عدم توافق، وكقرار احترازي كانت تتم عملية التأجيل. نعم. الحفاظ على طبعا استقرار الجامعة، والحفاظ على العلاقات البينية بين الطلبة وكذا إلى آخره. نعم. هذا كان سبب التأجيل. ففي وثيقة موجودة وتم نشرها في وسائل الإعلام، وأخذوا صورة جماعية مع الحضور على أساس تجري الانتخابات في شهر نيسان. طيب. وهذا ما تم. يعني إحنا برنامجنا برنامج صريح. نعم.
بعض الكتل تتهم أن التأجيل يتم دون أن يكون لديهم علم بموضوع الانتخابات أو تأجيلها، أنهم يطالبوا بانتخابات وعند التأجيل يقولوا لا علم لنا بتأجيل، وهذا قرار اللي وقع منفرد. الوثيقة موجودة عندنا، نسخة نعم. عند رئيس الجامعة، ونشرت في وسائل الإعلام. نعم. نعم. نشرت في كل وسائل الإعلام المقروءة والمكتوب والمشاهد. نعم. فمن يستطيع أن يلغى الوثيقة موجودة. نعم. موجودة وبتوقيع الكتل الطلابية. نعم. كاملة وقعوا في نعم. مكتب مجلس العمدة على أن تجري الانتخابات في شهر نيسان، وهذا ما تم. ولكن بعض الجهات كانت تنشر دعاية أنه مش رح يصير انتخابات، فبدالي أنه يعني فوجئ بعض الكتل، فوجئت أنه إحنا بدنا نسوي انتخابات. نعم. يعني لو ما عندناش انتخابات كان يمكن عللوا وطبلوا كثير للإدارة. فلحد الآن في ناس بيقول لك دوسين انتخابات، لا إحنا ماشيين، جلسنا ثمان يمكن جلسات في هذا الموضوع ومش راح نضيعها يعني بين مزاج هذه الكتلة أو تلك. نعم. والعملية ماشية وإن شاء الله تنجح. طيب موضوع اللجان المشرفة على هذه الانتخابات، أنا أشاهد دائما مناشدات اللجنة التحضيرية لكافة الكتل الطلابية بالحفاظ على النسيج الاجتماعي. نعم. داخليا وخارجيا. على سبيل المثال يعني هناك دعوة لجميع الكتل الطلابية في الدعاية الانتخابية التي كانت يوم أمس الدعاية الصادقة، واليوم ستجرى أو أجريت ومستمرة حتى هذا الوقت المهرجان الانتخابي بالحفاظ على النسيج الوطني وعدم المس بهيبة المؤسسات الوطنية في كل بقاع الوطن. جرت العادة قبل عملية الانتخاب بتوقع الكتل الطلابية المرشحة على ميثاق شرف. نعم. ميثاق شرف للطلاب، سواء في المخاطبة في البيانات، أن لا يتم المس بأي مسؤول بأي شخصية بأي تنظيم بأي يعني. وفعلا كانوا وقعوا على ميثاق الشرف. يعني رجعت للملفات كل وقت انتخابات يتم توقيع كافة الكتل المرشحة وغير المرشحة ميثاق الشرف. نعم. للحفاظ على كرامة الطالب وكرامة الجامعة وكرامة العاملين إلى آخره. عشان هيك إحنا هذه اللجان شكلناها، حتى في عندنا لجان تنظيم بالتعاون مع الأمن كمان. الأمن أصبحوا أعضاء، يعني عندنا الأمن في الحرم الجديد والأمن في الحرم القديم، رئيس كل جهاز أيضا بشارك معنا في لجنة التحضيرية، لأنه يوم الانتخابات بكون لهم دور كبير في التنظيم وفي الحفاظ على سلامة الجميع. طيب أستاذ موسى، اسمح لي أخرج لفاصل مع مشاهدي الكرام ثم أعود بكم مشاهدي الكرام لاستكمال حديثنا عن انتخابات مجلس اتحاد الطلبة في جامعة النجاح الوطنية التي ستجرى غد الثلاثاء. تابعونا. أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام في الحديث عن انتخابات مجلس اتحاد الطلبة في دورته الحالية في العام الأكاديمي 2016-2017. أستاذ موسى، يعني بدنا نتحدث بشكل عام عن الأجواء، توزيع الأسماء الطلاب على سبيل المثال، أعداد أعداد الطلبة في كل كلية كيف هي يتم توزيعها؟ هل كل طالب ينتخب في كليته؟ هل كل طالب ينتخب بناء على الأحرف الأبجدية؟ بناء على ماذا يتم دخول الطالب إلى نفس هذه القاعة لإجراء أو إدلاء بالسلطة؟ طبعاً زودنا مركز الكمبيوتر بأسماء كافة الطلبة حسب الكليات، وبالأمس أنا وبعض الزملاء وزعنا على كل كلية، علقنا أسماء كل طلبة كل كلية على لوحات الإعلانات في الحرم القديم والحرم الجديد وحجاوي وأيضاً الزراعة والطب البيطري. نعم. فهاي الأسماء الآن عرضناها حتى الطالب يشوف اسمه مسجل ولا لا، واللي عنده اعتراض بيقدم لنا اعتراض نشوف ليش اسمه مش مضاف. هاي واحدة. اثنين، الآن من أجل الغد راح نعلق أسماء الطلبة اللي راح يقترعوا في هذه القاعة، مثلا من ألف لكذا إلى باء لجيم إلى آخره. كل طالب في كليته نعم. نعم. كل طالب في كليته بقدم، طبعا بيعرف احنا راح نوزع اسماء القاعات وارقام الصناديق والاحرف الهجائيه. هاي الطالب مشان يعرف حاله. طبعا الان او قبل يومين الكمبيوتر
زودنا بأسماء جديدة مشان نوزعها على الممثلي الكتل حتى مكتوب اسم الطالب رقم تسجيله أيضا العنوان كذا مشان ممثلي الكتل يقوموا بالدعاية. طيب عشان تتأكدوا أنه هدول الطلاب هم طلاب بالجامعة بالفعل وأنه لا يجوز لأي طالب أن ينتخب عن زميل له يعني ما هو المطلوب من الطالب إظهاره عند يوم الانتخابات؟ أول شيء الطالب إظهاره وهذا عممناه على أساس في بيان للطلبة بالنسبة لآلية الانتخابات يوم الانتخاب يحضر هويته العادية الشخصية وهوية الجامعة يعني حتى لم يدخل أي طالب الجامعة إلا بيكون حامل هويته الجامعية خوفا من التزييف أو كذا إلى آخره. فهذه الوثيقة لما بدخل بعرضها على الموجودين المشرفين في القاعة بيعلموا على هذا الاسم موجود أو إذا مش موجود بيقولوا له أنت اسمك مش موجود. وعملية فتح الصناديق تستمر من أي ساعة إلى أي ساعة وكيف تبدأ عملية الفرز وعملية إعلان النتائج؟ عادة كانت يعني إحنا ممكن نبي عليهم ابتداء من الساعة 8 ممكن الفتح نأجله شوية يعني بعد 9 وبعد ما نتفقد كل شيء طبعا في المساء راح نتفقد كل قاعة شو بنقصة قرطاسية شو بنقصة تجهيزات أخرى وبتبداش العملية الاقتراع إلا بعد ما نتأكد ونزود ما ينقص لهذه القاعة أو تلك. نعم يعني هي لجان كثيرة أكيد عاملة عندما تقول أن أكثر من 400 موظف من الجامعة سيشارك في هذه الانتخابات هذا يعني أنها انتخابات ستكون بالتأكيد نزيهة وتحديدا أن 400 موظف سيكونون من مختلف قطاعات النسيج المجتمعي الفلسطيني والسياسي كل قاعة كل قاعة فيها 5 مشرفين. نعم يعني هناك لجان كلجنة الترشح والانسحاب لجنة الاعتراضات لجنة المطبوعات لجنة النظام والاستقبال مشرفين المختبرات سيشاركون الأستاذ الدكتور القائم بأعمال رئيس الجامعة سيكون على رأس دوامه في نفس اليوم ويتابع أولا بأول. هذا دليل على أن لجامعة النجاح الوطنية مكانتها بالمجتمع الفلسطيني وما ينطبق عليها بالتأكيد سينطبق على كثير من المواقع والمواقع الأكاديمية. كيف تنظر إلى الانتخابات بشكل عام من النظرة المجتمعية وكيف ينظر المجتمع إلى انتخابات جامعة النجاح؟ يعني إحنا رسالتنا طبعا التواصل مع المجتمع المدني واحد اثنين لإظهار مدى تطبيقنا للحياة الديمقراطية من واجباتنا ومن مهام عمادة شؤون الطلبة بالذات توفير بيئة مريحة للطالب الجامعي وإعطائه فرص لممارسة حقه الانتخابي يعني أنا بدعو الطلبة إنهم يمارسوا حقهم في الاقتراع. هذا من ناحية إحنا المجتمع أيضا يفخر ويرتاح إنه هاي انتخابات تجري في الجامعة أكبر جامعة في الوطن. في الوطن ومناش نتحدث عن امتيازات الجامعة والإنجازات اللي حققتها في أمور أخرى كالبحث العلمي إلى آخره. فهذا أيضا بيضفي نوع من الارتياح وتعزيز ثقة المجتمع بالجامعة. طيب يعني في طلاب بالتأكيد لأول مرة سيشاركوا بهذه الانتخابات وكان لديهم يعني شغف كبير بالمشاركة بهذه العملية الانتخابية وهناك أيضا طلبة شاركوا في انتخابات سابقة. بدنا نذهب أنا وياك أيضا مع زميلتنا كرمي المشاهدية الكرام للاستماع إلى آراء مجموعة كبيرة من الطلبة الجامعة لنستمع منهم عن رأيهم بهذه الانتخابات. تابعونا. جميعا بغض النظر عن توجهاتنا السياسية شبيبة أو كتلة إسلامية أو يسار إحنا كلياتنا هان مبسوطين في جامعة النجاح بالعرس الديمقراطي الرائع اللي بوحد صفوف شعبنا الوطني سواء شباب وصبايا واتمنى من الجميع كل طالب في جامعة النجاح أن يكون له رأي. إحنا بما إننا ممثلين عن الشعب وإحنا الطبقة المتعلمين بتمنى أنه كل طالب في هاي الجامعة يكون له رأي بغض النظر صب لأي كتلة من الكتل. بالتأكيد بدي الكتلة الطلابية اللي بتخدمني نقابيا بالقرارات تكون لها سلطة في الجامعة تكون قادرة وبالتالي حيكون خيار بالتأكيد الحدا اللي نقابيا ممكن يخدمني اللي ممكن على الشارع والساحة الفلسطينية يفيدني. إيش ينظموا حركة السير على باب الجامعة وضعها كثير سيء مواصلات على باب الجامعة كمان السكنات يعني إحنا طلاب سكنات وبنعاني وضع السكنات وإيجار السكنات كثير في مشاكل كثير في مثلا التواصل مع الإدارة صعب أحيانا بنكون إحنا بما إنه كلية طب وصيدلة بنعمل أحيانا إيفنتات كثير وبنعمل أنشطة وصعب ناخذ الموافقات وأحيانا قبل ما يكون النشاط في يوم تلتغى كل إشي إنه في تواصل صعب بين الإدارة وبين الطلاب.
متطلبات كطالب لب احتياجات طلاب، يعني مثلا فتح شعاب. يعني واجهت مشاكل كثير فتح الشعاب وفي التسجيل، بس يعني التسجيل كنا بنامل انه يكون في وحده وطنيه وما نكون انه بهذا التقسيم، بس مع انه موجود فانه بنامل بس انه الكتله اللي بتمثل انه حقوق الطالب وبتوفر لنا احتياجات. أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام. أستاذ موسى، يعني الانتخابات هي موضوع كبير وهي موضوع سياسي بالتأكيد. لا يمكن أحد أن ينكر أن الانتخابات هي انتخابات نقابية طلابية. ما هو دور مجلس استحارة الطلبة بالجامعة؟ يعني لماذا يتم اختيار مجلس استحارة الطلبة؟ هل كما يشاع بأنه فقط مدافع عن حقوق الطلبة وأنه يكون بعمل مشاكل مع الإدارة، أم أن له مهام أخرى مساندة للإدارة في تطور الجامعة ورفعتها؟ في تداخل بين مهام المجلس وعماد الشؤون الطلبي. نعم. المجلس صحيح يدافع عن القضايا الطلابية العادلة. اثنين، المجلس يشارك في الأنشطة اللامنهجية عدا اللي بتعملها عمادة الشؤون الطلبي. كمان بيعمل فعاليات متعددة للطلبة، مثل يعني قبل العام وأول العام صار مهرجان للتسوق كبير برضو. نعم. لصالح الطالب المحتاج. المجلس أيضا بقوم بفعاليات لا منهجية عديدة، لأنه كل رئيس لجنة له مسؤولية، ولجان المجلس كثيرة عديدة، يعني 12 لجنة، لجنة الإعلام والعلاقات العامة والكافتيريا وشؤون الطلبة يعني كثيرة. فكمان هو حلقة وصل بين عمادة شؤون طلبي والكليات المختلفة في أمور تتعلق بالطلبة. وأيضا بكون تواصلهم مع جهات أخرى، مع النائب الأكاديمي، مع النائب الإداري، كل هذا من أجل سعادة ومصلحة الطالب الجامعي. طيب، هناك دائما على مدار العام الأكاديمي يكون هناك أنشطة لا منهجية تقوم بها الكتل الطلابية. عند الإعلان عن موعد انتخابات يتم وضع حد أو تاريخ لإنهاء هذه الأنشطة لا منهجية. للتوضيح فقط، كم من النشاطات الطلابية التي أجريت خلال هذا العام ومتى توقفت أستاذ موسى؟ الأنشطة عديدة. نعم. عديدة، وإحنا في كل فصل بنعمل تقرير بنرفعه لإدارة الجامعة. نعم. ولكن ازدادت الأنشطة خلال الأسبوعين الماضيين، يعني بعض الكتل قامت بيمكن أكثر من 10 أنشطة، خاصة الكتل اللي عددها كبير. فإحنا سمحنا لمعظم الكتل إنها تقوم بأنشطة فعلا فعالة ومفيدة للطالب الجامعي، باستثناء أمور قد يعني تعكر جو الحياة الجامعية. نعم. يعني مجلس اتحاد الطلبة أيضا هو مؤسسة من مؤسسات الجامعة، كما هي نقابة العاملين، كما هي كافتيريا الجامعة، كما هي مؤسسات الجامعة المختلفة، له قانون وعليه أيضا التزام بقوانين الجامعة. متى يتم إغلاق مجلس اتحاد الطلبة؟ بعد الإعلان عن إجراء الانتخابات، يعني قبل كم يوم أو أسبوع من إجراء الانتخابات يغلق مجلس الطلبة وتحل اللجان التابعة له؟ في الأسبوع الثامن. نعم. الفصل الذي تجري فيه الانتخابات طبعا بقرار حسب الدستور وقرار من اللجنة التحضيرية، إعلام مجلس الطلبة بتسليم مقرات المجلس في كل مرافق الجامعة للجنة التحضيرية. نعم. يعني إحنا الآن منقوم بمقام المجلس، في ذمتنا المجلس إلى حين الانتخابات. ما عدا المرافق مثلا زي التصوير او غيره، هي ظلت سواء للمجلس او الكتل، ما اغلقنا اي مقر تصوير. طيب، يعني اكيد لكل او لاعداد كبيره من الطلبه احتياجات من المجلس. انت تقول انكم استلمتم المقرات، اذا يوجد احد اعضاء اللجان التحضيريه موجود في داخل هذه المقرات ويتابع مشاكل الطلبه؟ لا، بيجونا براجعوا مكتب عماد الشؤون الطلبي. نعم. للتوضيح فقط، انا اسال للتوضيح. نعم. انتم وضعتم اليد على مجلس اتحاد الطلبه ومقراته. نعم. ولكن مراجعه الطالب إذا كان لديه أي قضية ستكون من خلال عمال شؤون الطلبة. نعم. طيب، يعني أستاذ موسى، آليات الترشيح، يعني كيف يتم ترشيح الترشح لهذه الانتخابات؟ هل يتم عن طريق كتل طلابية مرخصة وحائزة؟ نعم. على موافقة إدارة الجامعة؟ عن طريق الأفراد، وكيف يتم الانتخاب أيضا؟ عن طريق الأفراد كان زمان. نعم. يمكن في السبعينات الثمانينيات. الآن كل كتلة خاصة من مواصفاتها أن يكون لها امتداد سياسي على الساحة الفلسطينية. نعم. وممثل الكتلة بيقدم لنا كتاب أنه كتلة كذا تنوي ترشيح لخوض انتخابات مجلس التحدي الطلبي. وهاي الكتل هي رسمية، وال يعني أسماء الكتل
بتكون طبعا بكرة يعني كنا أخذنا في الماضي إجراء القرعة مين بنحط اسمه في القائمة الاقتراع رقم نعم. واحد نعم. اثنين ثلاث إلى آخره ولها آلية ولها آلية وهي القرعة نعم. نعم. القرعة نعم. بتحدد هذه بتسهل عملية الفرز بدال ما يصير الفرز زي زمان على اللوح وكذا إلى آخره بياخذ وقت كبير على الرقم بصير تجميع مثلا كتلة الشبيبة لحال كتلة الحماس لحال كذا إلى عفوا الكتلة الإسلامية نعم. إلى آخره وبصير عملية العد نعم. ما في اختلاط على الطالب أن يضع علامة دائرة أو إشارة صح مقابل أو أمام اسم الكتلة التي ينوي ترشيح يعني أنا بالتأكيد قرأت جميع تعليمات سير الانتخابات أنه من يختار أكثر من قائمة نعم تلغى ورقته ومن نعم كذا وكذا كثير من الأمور ولكن نتحدث يعني عن الدعاية الانتخابية وهي حق مكفول كفلته القوانين نعم والأنظمة نعم داخل الجامعة لكل نعم الكتل التي مرشحة والتي رشحت نفسها للانتخابات كيف تقسمون الدعاية الانتخابية دعاية صامتة مهرجان انتخابي مناظرة انتخابية ما هي إجراءات الأسبوع الأخير قبل إجراء الانتخابات حسب نظام الدستور نعم دعاية صامتة بتكون أول يوم هذه الدعاية تنشر مناشير أو يعني آراء وأهداف كل كتلة من الانتخابات نعم اليوم الثاني اللي هو يوم الدعاية المهرجان الخطابي يتاح لكل كتلة مرشحة وثبت ترشيحها أن تلقي آراءها وأفكارها وأهدافها من الانتخابات لمدة 30 دقيقة فقط منذ دخول المنصة والخروج منها طبعا بيكون كل كتلة لها جدارية في خلفية المسرح معها 30 دقيقة وبعض الكتل كانت تقعد 20 دقيقة مثلا أو 15 نعم نعم يعني هي حسب القانون القرعة حسب القرعة ولكن حسب القرعة نعم يتم طيب حسب القرعة قوائم الطلبة ذكرت أنه تم توزيعها على المواقع ولكن أيضا الطالب الجديد الذي سيشارك بهذه الانتخابات للمرة الأولى بالتأكيد لن يكون لديه علم كيف سيصل إلى المكان وتحديدا أن بوابات الكليات تكون مغلقة إلا باب أو بوابة واحدة نعم كيف نعم هي تعليمات الطلبة من أين يدخلون حسب الأحرف الأبجدية أو أين توضع هذه الأرقام هل توضع على مدخل الجامعة أم تعمم على زاجر الطلبة هاي آليات يعني دخولهم نعم إلى نعم مواقع أول شيء الاشتراك البيان اللي وزعناه نعم هذا يعني برشد الطالب اثنين الانتخابات كل 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 كلية لحالها فبيعرف المداخل والمخارج هذا بيساعدوه لجان التنظيم بيسأل مثلا وين كذا فمش على الأقسام على الكلية حسب الأحرف الهجائية نعم ومنحط هاي قبل الانتخابات 48 ساعة على باب كل قاعة منحط أسماء الطلبة اللي لازم ينتخبوا في هذه القاعة يعني في دلال في كمان كرتون مقوى منحطه على لوحات إعلانات الجامعة طبعا من يوم الخميس بتم إنهاء أو تجميد الأنشطة الطلابية للكتل كلها نعم يوم الأحد اللي هي الدعاية الصامتة اللي بدأت يوم أمس دعاية صامتة واليوم حاليا يجرى المهرجان الانتخابي مهرجان انتخابي وثاني يوم الانتخابات لا دعاية انتخابية أيام بعد المهرجان الانتخابي في اليوم طيب الانتخابات يعني بعد انتهاء المهرجان الانتخابي يتم إخلاء الجامعة نعم في كل عام نعم أنا, نعم أنا أنا يعني منذ 20 عام أتابع موضوع الانتخابات في الجامعة عند انتهاء دوام قبل الانتخابات في يوم تغلق الجامعة وتبدأ اللجنة التحضيرية بالعمل حتى طوال الليل بتوزيع نعم الصناديق نعم وإغلاق تجهيزة هذا متى يبدأ فتح باب الاقتراع ومتى ينتهي ومتى تظهر النتائج هذا لم نذكره حتى الآن في الأستاذ موسى يعني باب الاقتراع بين 8:30 و9 نعم يعني منشوف احنا ممكن نكون على الساعة 9 نعم للساعة 3 أو 4 مساء هذه بكرة يعني اليوم نجتمع تمدد بالعادة بناء على طلب شوف تمدد إذا مثلا في تزاحم كثير نعم يعني لو مثلا دخل البوابة الجامعة وصف طابور بيحق لهم ينتخبوا حتى بعد نعم التوقيت نعم في داخل ساحات نعم الجامعة ولا المنتخب يحق لهم نعم بكونوا طيب صفين على طابور بدك تساعدهم وعملية فرز الـ نعم الأصوات في كل موقع ولا يتم تجميعها في موقع كل واحد موقع في كل موقع في كل قاعة ليش تسهيل عملية الفرز اثنين بلاش يصير تشكيك والله نقلوا الصناديق من نعم هون نعم على قاعة ثانية نعم إلى نعم لا بكون المشرفين وممثلي الكتل الطلابية موجودين بعد عملية الفرز تسلم للعميد والعميد بيحمل كل النتائج ويجيبها على قاعة
قاعة عمداء شؤون قاعة العمداء. يعني أنا أعتقد أن هذا العام سيكون مختلف، سيتم كما ذكرنا بالاجتماع سيتم إعلان نتائج الانتخابات عبر شاشة وضائية النجاح وأيضا إذاعة صوت النجاح، ولكن إجراءات الانتخابات هذا العام هي تمتاز أيضا بالسلاسة والسهولة لأسباب كثيرة، منها أيضا تجاوب الطلبة للخضوع والتزام قوانين وأنظمة الجامعة، أيضا تسهيل الجامعة لوسائل إعلام مختلفة ستظهر إلى مشاركتها في تغطية هذه الانتخابات. أنا أريد منك رسالة لأبنائك الطلبة بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية وكيف يجب أن يكون يوم غد الثلاثاء بالجامعة. أنا يعني بطلب من الطلبة أن يمارسوا حقهم الانتخابي، هذا حق يجب أن يمارسوا داخل الجامعة من أجل أيضا يستفيد خبرة العملية الانتخابية. نعم. فلذلك أنصح كافة الطلبة التواجد في الجامعة من أجل إدلاء حقهم الديمقراطي في انتخاب مجلس الطلبة. يعني والحفاظ على طبعا على الهدوء. طيب يعني بالعادة شهدت الجامعة بسنوات طويلة كثير اهتمام الشارع الفلسطيني، بيوم الانتخابات بيدخلوا السياسيين وبيدخلوا المسؤولين وبيدخلوا الفصائل وبيدخلوا كل الذين لهم علاقة بالكتل الطلابية التي ستكون هي على قائمة. لماذا تشعر اهتمام المجتمع وتحديدا النخب الفلسطينية بجامعة النجاح أستاذ موسى؟ الأبناء أبنائهم، وكل نخبة وكل فصيل بحب يشوف مدى يعني شفافية الانتخابات، وأيضا بده يطمئن على طلبته لأنه كل كتلة تابعة لفصيل معين. فالجو مفتوح، وخاصة للصحافة كانوا يدخلوا كل عام طيلة يوم الانتخابات. نعم. ويطلعوا على الوضع يعني كنوع من المراقبة غير مباشرة. نعم، مراقبة غير مباشرة، وهذا أيضا من ضمن التسهيلات التي يتم وضعها للجامعة. أستاذ موسى، يعني بختام هذه الحلقة نتوجه لك أيضا بالشكر لجميع أعضاء اللجنة التحضيرية الذين يشرفون على سير هذه العملية الانتخابية على هذا العرس الديمقراطي الفلسطيني. أعداد كبيرة، أكثر من 20,180 طالب سيشاركون بهذه العملية، أكثر من 60 صندوق وقاعة اقتراع، بالتأكيد جهد كبير. يعني لا يسعنا في نهاية هذه الحلقة إلا أن نتوجه بالشكر لك كعضو أولا هيئة تدريسية بجامعة النجاح الوطنية، عميدا لشؤون الطلبة، وأيضا رئيسا للجنة التحضيرية لهذه الانتخابات. ولكم مشاهدي الكرام وأبنائنا الطلبة كل التحية في نهاية حلقة هذه، كل التحية لكم، إلى اللقاء.